شيعت مدينة خان يونس 9 من أهاليها قتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية. هذه الغارات المتواصلة على قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء قتلت اليوم 27 فلسطينيا، بينهم 8 أشخاص في خان يونس، 5 منهم أطفال. أطفال نساء وشوف إيش تم أكثر من هيك ظلم في العالم اللي مش شايف الناس هذه إيش فيها. معبر رفح المنفذ الوحيد لغزة على العالم فتحته مصر للسماح بعبور المصابين بهدف معالجتهم. إنها المرة الثانية خلال شهر منذ تموز يوليو الماضي. صار قصف جنب بيتنا وإحنا كنا داخل البيت. بالأول ضربوا صاروخ تحذيري، بين الصاروخ التحذيري والصاروخ F-16 دقيقة واحدة، فما لحقناش نطلع من البيت وما لحقناش نأخذ حذرنا أصلا. والحمد لله هيت إن شاء الله وضعهم بتحسن إن شاء الله. وفي موازاة مواصلتها للهجمات الجوية على القطاع، تستمر إسرائيل بنشر دباباتها على الحدود، وأعلنت اللجنة الوزارية المصغرة استمرار العمليات العسكرية في الوقت الذي يواصل فيه نشطاء كتائب عز الدين القسام إطلاق الصواريخ على تل أبيب ومدن أخرى.